إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم من جديد في انطلاقات المساء، حيث هذا الملخص لهجنة أصحاب السمو الشيوخ. 14 انطلاقة في سن الحولي والزمول والفترة المسائية ليوم الخميس 22 من أكتوبر لعام 2020، والبداية كانت هنا مع هذه الانطلاقات الأولى لهجن العاصفة، حيث كانت الشاهينية على موعد بكسب الناموس بقوة وأداء كبير بتسع دقائق 21 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار، والتهنية للمضمر غياث الهلالي وتسجيل أفضل توقيت. أما الشوط الثاني، حضرت الشاهينية لهجن العاصفة مع الحول المهجنات الأصايل لتسجل 9 دقائق و45 ثانية و4 أجزاء من الثانية وقتها الزمني. تهانينا للعاصفة وهجنها وإلى غياث الهلالي. أما الشوط الثالث، يأتي كذلك دور الزمول لينطلق شاهين فائزا بناموس هذا الشوط بتسع دقائق و48 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، محققا ناموس لهجن العاصفة ولغياث الهلالي في التضمير. الشوط الرابع، شاهين لهجن العاصفة يضيف كذلك هذا الانتصار وهذه النقطة بتسع دقائق و44 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، والتهنية للمضمر غياث الهلالي. بينما البداية مع المحليات الأصايل في الجولة الثانية، لتأتي الشاهينية بشعار هجن العاصفة بهذا الأداء الجميل والمميز و9 دقائق 29 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية توقيتها زمني، منتزعة الناموس ومهدية العاصفة وجمهورها هذا الانتصار. الشوط السادس، أيضا الشاهينية لهجن العاصفة مستمرة هنا بانطلاقات المساء وكسب النواميس و9 دقائق 34 ثانية ستا من الأجزاء من الثانية وتوقيتها زمني، والتهنية لغياث الهلالي. الشوط السابع، كذلك يأتي شاهين التابع لهجن العاصفة منتزع الناموس بتسع دقائق و57 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، ومهديا هجن العاصفة هذا الانتصار. أما شوطنا الثامن، يأتي عجيب في هذه الانطلاقة في لحظات الختام. عجيب تعود ملكية سمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد الهيان، فاز بهذه الانطلاقة وهذا الشوط الخاص بالمهاجرات الأصايل تسع دقائق 46 ثانية سبعة من أجزاء من الثانية، والتهنية للمضمر محمد بن غريب براشد الاجتبي قائد فيلق الجبيب. أما الشوط مشاهدين الكرام التاسع، تأتي الظبي بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ها هي الظبي تصل إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار بتسع دقائق 28 ثانية ثمان أجزاء من الثانية مع المضمر العنيد سعيد بن سالم الجنيبي. تهانينا والناموس. شوطنا مشاهدينا الكرام العاشر، الشاهينية لهجن العاصفة تنطلق تفوز وتحقق الانتصار بتسع دقائق 39 ثانية وستة أجزاء من الثانية، والتهنية لغياث الهلالي. بينما شوطنا الحادي عشر، حضور كذلك من شاهين لهجن العاصفة وتسع دقائق 56 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، والتهنية لغياث الهلالي. بينما شوطنا الثاني عشر، يأتي الأدلمني صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود قاطعا المسافة تسع دقائق 47 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية، ومهديا هذا الفوز لأهل المملكة وشكرا المضمر راشد بن حلفان المري. بينما الشوط الحول المحليات الأصايل، كانت الشاهينية لهجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد، حيث حققت المركز الأول بتوقيت زمني مقدار 9 دقائق 22 ثانية 5 أجزاء من الثانية، يعتبر ثاني أفضل توقيت في هذا المساء، والتهنية لهجني زعبيب. أما الشوط الختام، ذهب إلى هجن العاصفة مع هذه أذلة للمهجنات الأصايل بتسع دقائق و35 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، تحقيق ناموس وانتصار لهجن العاصفة ليس غريبا و غير مستغرب. تهانينا للجميع على الفوز والانتصار. هذا ما كان لدينا في ملخص المساء. إلى اللقاء.